فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يأتي شخص أحد المعارض فيشتري سيارة ثم يقول لصاحب المعرض بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟ هذا منهي عنه، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تدع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض بيعها فلا بأس، يبيعها في مكانه، لا يبيعها في نصف الأعراض.